حياكم الله مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من برنامج ناسنا، متواصلين وياكم حتى ناخذ مناشدات الناس والشباب. نتواجد تقريبا بساحه الوثبه حتى نسولف ويا الناس وهمومهم ومشاركاتهم ومناشداتهم. اكيد ببرنامج ناسنا تعودنا ان نتواجد بكل مناطق بغداد، بازقه بغداد، واحنا تعودنا دائما نجي لهنا لاننا بهذه الايام ايام انه نشوف الشباب يجون حتى من المحافظات يتبضعون ويسوقون. فراح نسولف ويا الشباب هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خليك وياي، خلينا نبدا بالحجي هسه جايك. شلونك حجي؟ الله يسلمك. شلون الصحه؟ السلام عليكم ومره. انا شيد اني اسمه رعايه اجتماعيه. انا عندي ابني سوى لنا عمليتين ظهره. ظهرك؟ اي ظهره ابني. ها ابنه عمره 25 سنه، متزوج، عندنا بنات اثنين. خطير. زين، وحدث يعني انه ممنوع عليه المشي والقعده والقومه يعني. زين. يعني بس هو يعني ما يقدر مريض. مدد اي. فشما كما اروح نقدم يقول له مو موجود، موسى. فصار سنه تقريبا هو النايم. انت مقدم معامله كامله لهم لهناك؟ وقدمت معامله وديتها ما استقبلوني. شو يقولوا لك؟ سنه الاخ. زين هسه اجت هاي السنه. توقفوا يعني. اجت السنه رحنا مع بعض الانتخابات، خسرت الانتخابات، قال والله بعد مو هسه. ايش وقت لعد يعني؟ ابني انا شلون يعيش عنده اطفال؟ هسه والله العظيم هو قاعد بايجار. وعفنا شلنا من الايجار، جبناه عدناه ابنه ومصرفه وتكلم معي حاجتين جوا. زين. وظهر لي بين حانا ومانا، لا هم مسوي لنا انه ولا خلينا له شرع له، فالشرع له يعني، بس ناشد له ابو عايش معي العفو. بس الله يساعدك يا عم. زين رحمه الله عليك. الله يساعدك. زين، ومن قناتكم ان شاء الله ناشده كل يستجيب وشوفنا ان شاء الله. ممنون. ان شاء الله يشوفونك عمي. ان شاء الله. رحم الله. ممنون. شلونك حبيبي؟ هلا حبيبي. شلون الصحة؟ الله يسلمك. الله يخليك. تحية خاصة لكم ولقناتكم. طبعا انا ناشد من خلال قناتكم رئيس الوزراء وفالح الفياض وابو فدك المحمداوي. احنا مقاتلينكم، احنا ولدكم. الجرحى المفصوخة عقودهم وكل كل المفصوخة عقودهم. احنا قاتلنا من 2014 ل 2016. التحقت انا، صعدت لقيت اسمي ممسوح. انا جريح مصوب مرتين، مصوب بالفلوجه بالصقلاويه ومصوب بجبال مكحول، وقاتلت بما بيه الكفايه. طلع فالح الفياض ايش قال؟ قال راح يرجعونهم، خصصت لهم اموال مال شهر 12، هسه احنا بيا شهر بشهر الثاني. فحصنا، صعدت لجان طبيه، وطنت، ولحد الان ماكو. والوجبه الخامسه اسمك بالخير؟ كرار. شنو اسمك كامل؟ كرار حيدر كاظم. كرار مو صارت وجبات؟ وجبات صحيح، وجبات. رحنا فحصنا باللواء الثامن اللي هو كم وجبه مشوا؟ مشوا اربع وجبات. اللي بعد كم وجبه؟ بعدهم هسه لحد الان هو مشي 9000 وشويه، واحنا 30000. بس انت رحت فحصت وكملت؟ انا فاحص ومطل على الكي كارد، ولحد الان هاي صار لي شهرين ما مخابريني. زين هسه شنو اللي طالبه؟ احنا نطالب من رئيس الوزراء استعجال بقضيه عودتك. استعجال هسه انتم حكيتوا حكايه من خلال الاعلام، قلتوا بشهر 12 احنا مخصصين لكم رواتب راح ترجعون، هسه احنا طبينا شهر الثاني وكل شيء ماكو. شنو هسه احنا ولدكم، بس انتم تقولون انتم ولدنا، احنا اخوانكم، ايش تعتبرون اعتبرونه؟ يعني والله لا شغل لا عمل، واحنا جرحى. خلي يسرعون بقضيتنا وفضت راحت. حبيبي كرار مو كرار؟ ان شاء الله حبيبي. ان شاء الله ممنون. ان شاء الله ترجعون. يعني احنا قاتلين ان شاء الله ترجعون. والله العظيم هاي برجل مصطفى طلقات. هذا وسام شرف. وهذا صدر كله مشقق الشقيق بالعباس ابو فاضل. وسام شرف هذا. يعني احنا نطالب من قناتكم الخيرين، خلي يسرعون رحم لوالديكم. ومن خلالك انت بعد اخي العزيز ناشدنا، اروح لك فيديو في الحشد الشعبي ولا كل المعنيين ذول الابطال اللي قدموا دمائهم في سبيل الوطن. ذول اللي يمكن اول ما العراق تضرر واول ما العراق شفنا بدت القوات تنسحب وكذا، هبوا ابناء الحشد الشعبي ابناء الفتوى، ذول ولدكم. نتامل انه يعودون مثل ما عادت كثير من الاصناف الداخليه والدفاع اللي مفسوخه عقودهم. ذولا يعني للاسف هم ما متقاعسين كذا، هم راحوا لقوا اسمائهم ما موجوده، هاي مشكله. فهلا هلا بهم. عمي بالعباس ابو فاضل، انا اول ما التحقت 6 أشهر بدون راتب، انا ما اول ما التحقت بدون راتب والله العظيم. رجعونا رحم لوالديكم، رجعونا رحم لوالديكم. عشت ايدك عيني. جايك لا احنا عام هسه جايك بس يكمل. السلام عليكم. بس على مود يعني هاي الستوتات يعني احنا هاي يمنا سيطرة يعني تقول لي ارجع
انا ارجع جوا جسر المرور واقف لي يغرم وين بها منطقه بغداد جديده خاصه هاي مال بغداد جديده يم الكراويتات زين انا اطلع ما يخليني من ارجع يكمشني المرور وانا رجال فلاح عندي اثنين خوات معوقات انا عندي اثنين جهال يعني اروح اضرب المرور واروح يمنعوك يعني سيطرة مال بغداد ليش يمنعك يقول لك لان ما مرقم وهيك تفاصيل لا مو قصة هي الترقيم هي هاي من زمان يعني هاي مشددين يعني ماخذين نظرة على ابو ستوته مو زين انت المو زين كض الستوته ما تحرقه سجنه بس احنا شنو ذلمنا انت ايش تشتغل بها انا رجال فلاح يعني تجي تشتري حاجات كذا لا مو عام بيتنا بغداد جديده هم السيطره يقول لي افتر من جوه الجسر جوه الجسر لازم رون سايد انا اروح يلزمك المرور يلزمني المرور يوديني القاطع 100,000 زين هاي انا قطع رزق انا عندي رجال شهريات وهاي العالم حدائق كلها قطع رزقي يعني تاخر انا عليهم نص ساعه يروح رزقي يعني وهاي الغلط تفتر على الحدائق انت اي والله وانا عندي اثنين خواتي معوقات وعندي اثنين جهال يعني ما اريد اعيش انا الله يساعدك شو اسمك انت انا محمد يعني هاي بس هاي السيطره يعني احنا هذول هذول اللي يعني احنا الموزين استاذ علي الموزين خلت عاقبه احنا شنو ذنبنا بس انت باب رزقك بيها يعني. باب رزقي يعني انا اقول لك اكو انسان يعني ناس ما تخاف والله وناس تبوق وناس هاي يعني احاسبي احاكمي اغرمي احنا شنو ذنبنا يعني ما احنا جاي نعيش احنا لا نريد راتب من الدوله لا نريد يعني بتعبك بتعبي خلف الله على هاي العالم الطيبه جاي يساعدنا وجاي يعني الله يساعدك يا حبيبي والله انت بس صوت يعني جاي توصلنا ونتمنى من يعني احنا الاخوان بالمرور السيطرات حفظت شكلي سيطره بغداد جديده والله اسمك انت انا محمد عبد الامير محمد عبد الامير الله عليكم اذا شفتوا سهل امر الله عليكم اذا شفتوا سهل امر ايسر اخذ لي اياك لوز تخلي علي خلي يحفظون شكلي عم على باب الله فلاح يفتر على الحدايق سهل امره نترجاكم بالحسين سهل امره وارد جايك عمي جايك شانك بسم الله الرحمن الرحيم انا صار لي اسبوع مقابيل التعليم العالي والطلبه يطلعون وناشدوا حضرتكم شنو؟ عندي طلب انا إيه؟ ها على مود تخفيض المعدلات ها يعني هاي الطبقه المثقفه المخلصه ها دراسه يعني وين تتظاهرون؟ باب التعليم العالي ماشي صار اسبوع اجيكم بخدمه حضرتكم منين جايين؟ من الناصريه ولا واحد قلبنا ولا واحد طلع عنا ولا واحد قال ذولا شنو ما شنو ادري ادري احنا معلمك ادري احنا بشر لو حيوانات واقفين احنا بشاكم هاي الطلبه المثقفين الواقفين كلكم من الناصريه كنا من الناصريه واطباء ومخلصين علمي ها ما حد يطلع لهم واحد يقلبهم لا عاد من طلع لكم كم يوم تظاهرون صار لنا اكثر من 10 ايام وما حد جاء ما حد جانا قبل ولا واحد اقبابكم ابد ولا حد قلبنا هذا الوزير طلع مني ولا شيء كانه ما له باو علينا والله هذا مجدي بس عنده طاقه روح خليه يوقف في الشارع احسن والله هذا حكي هذا مو عيب انت رئيس وانت وزير انت ما جيت تحت باطن جيت بصوتنا ومن خلاك انت نصبك هنا زين الحل هسه ايش راح تسوي؟ الحل شو نسوي مسلمين امرنا لله ورئيس الوزراء وقاعد يسمعني كل زين ويعرفني كل زين ها ولا يقلبونا ولا احد يشترينا بزباله. زين هسه انتم من الناصر يا جايين شنو اكو خيم قاعدين؟ يا خيم شحتونا. يعني دولة طلاب وين؟ دولة طلاب وين؟ راحوا كلها هجت العالم شو تسوي؟ تنام بالشارع بالبرد راح مع ابوك هو اقلاص ما حد اعطانا. هو نزل لنا سال شنو ما شنو شنو طلباتهم نسوان وبنات يعني جاء ناجده انا شخصيا اقول له ذني نساء والحرمه يقولون بشارب الخير بشارب الخير وبشارب الخير انت وين الخير بالعراق؟ هي حرمه جت تجيك تتوسل بيك ابالك عليها اسمك استاذ انا اسمي سعوف اسمي لا مو انت ممثل عنهم انا مو ممثل انا استاذتي انا جا وصل صوتهم اخوي انا جا وصل صوتهم انا شوف انا لا ناقه ولا جمل بس انا شفته بعيني وانهضمت لان ذولا كلهم ولدي واخوتي ومو غربه والبنات كلهم خواتي ها يعني اذا انتم ما توصلون الصوت من يوصله؟ هذا صوتك واصل ان شاء الله والله طول بعمركم وصلوها رئيس الوزراء سالم الله محمد وعلي لكم احنا لا ارهابيه ذولا جايين ولا ناس طلبه علم طلبه ذولا هم يبنون العراق مو انا ابني العراق عاشت رحم الله امك وابوك ممنون ممنون تعالوا شلونك؟ الله يسعدك شلون خيرك؟ والله على هذول الشركات الكلك هذول السيارات شلون؟ يعني ماكو تقدم على السياره خليني اتعرف عليك انا بالبدايه حيدر عبد الله محمد ابو كرار أيه. رحت للشركه وعرفتهم يعني كلاوات لو اي والله رحت على شركه إيه؟
شنو هي بالله الاليه شنو هي شلون منتشره هواي بالفيسبوك؟ اي والله هواي اعلانات اشتري سياره بالشهر 300 250 300 بدون مقدمه لا سارع بالحجز لا مقدمه تطيح 4 ملايين وبالله طيت وراحت احنا هاي بعد راح انت طمت مقدمه مطيح وجماعتي مطيح والله طيت 10 ملايين انا صاحبي استلمت السياره سيناء يسمونها سني انت استلمت اي ما بس بدون ارقام ولا سنويه كل شيء ماكو وتالي شلون ماكو احد هسه السياره عندك لا اوليات اي والله لا اوليات ولا شيء زين هاي السياره ذا انحجزت كذا شو ما تطلع السياره ذا بالبيت هاي زين حطيت ايش قد مقدمه 10 ملايين 10 و4 زين وبالشهر ايش قد بالشهر على اساس 250 وهسه ما جاي تطلع ماكو شركه ما انطي كل شيء ماكو ما الشركه موجوده هاي ما موجوده اختفت بالعظميه زين ولا واحد كم واحد هذا هيك وقع بهاي المصيبه واي يعني واي يعني فوق ال 100 200 300 400 هيك زين هاي الشركات يعني شركات السيارات تجي في سواله بيج بالفيسبوك وروج وكتب كتاب مو كتاب موجود هذا مال يسمونه هذا مال تجاره تجاره رحنا عليهم ما موجود لك ما مسجل ما مسجل مزورينه مزورينه زين كل شيء هاي فلوسك راحت فلوسي راحت بعد بالشط اي والله زين هسه هاي السياره ما تقدر مثلا ترقمها تدفع والله ما ادري بعد هي مدفوع قمرك هي مثلا والله ما ادري هيك جبتها بعد ما دافها بالبيت وهاي تريد تعيش بيها والله اذا اعيش بيها شو اسوي؟ راحت فلوسها راحت فلوسي وكل شيء 15 مليون اي والله زين وانا وصاحبي زين ومن عدا هاي انا وصاحبي انت اللي ورط صاحبك لو صاحبك ورطك والله احنا جبناها بالفيسبوك بعد اي والله زين الله يسلمك شو اسوي بعد نشوف الدوله اذا اكو واحد بالسجن ذابينه يقولون مسؤول هذا مال الشركه اي مسؤول بالشركه وذابينه بالسجن عادي كل شيء هاي الشركات الوهميه اللي تبيع سيارات وما بها اي اوراق اصوليه كل شيء ماكو زين الله يسعدك اي والله شو تسوي شكرا لك اهلا وسهلا خليكم يانا يعني. شدك الله يسعدك الله يسعد بختك انا اجي تيك توك قبل اول البارحه بس علي صوتك ما سمعاني ما سمعك شو راح يسمونك الناس السلام عليكم انا اجي تيك توك قبل اول البارحه زين طلعت كرة للبلديات الساعه بالخمسه وربع بالخمسه بالسته الا ثلث العصر العصر لما رجعت سدوا الطريق عليك قال لي ماك ما تدخل اي قرار من الستة للستة من الستة للستة عاد خلي يسوون لنا حل شنو الحل؟ برايك برايي مثلا من الستة الصبح للعشرة بالليل للتسعة للثمانية هم جايين وياهم يعني صار على بابا بس يمددون ساعتين يمددون ساعتين يعني محافظات 12 بالليل بس بغداد؟ بس بغداد هنا من الستة العصر للستة الصبح يعني انا اول البارحة بايت بالشارع قام التيك توك على اخوي الكبير قلت له عامل قلت له هنا بالشارع قلت له ما يخلونا طبل واذا ارجع على القناه واذا ارجع على القناه يقضم المرور الله يساعد التكاتك يريدون ساعتين الى المرور عمليات بغداد اللي يسمعون صوتنا ساعتين راح ننتقل الى مكان اخر خليكم ويانا مشاهدينا الكرام برنامج ناس تواصلنا وياكم مشاهدي الكرام تقدمنا حتى ناخذ اكثر لقاءات هاي بوما هاي 180 درجة تفتح اي بيش هاي 15000 15 اي زين شو توكله كل شيء اوكله لحم كل شيء منين يا منطقة شقاق الحبيبية منين تجيب دني لا ما جايبها جابوا لي اياها هدية جابوا لك اياها هدية ودا تبيعها اي رخيصة ب 15 مو لو زين زين تأكلها لحم؟ ايش اوكله؟ عاش تيدك تبي قصب؟ بطل ليش؟ ليش بطل؟ يعني ابد ما درست؟ لا درست الرابع وش يلا اشتروها ب 15 السلام عليكم هاي شنو هاي؟ هاي انتيكا صدق؟ لا هاي كلاوات مو انتيكا والله اصليها وين هاي منين يخلوا لها البارود شو اسمه؟ هي انتيكه تخليها بارود انا ما اعرف ايش قد عمرها وتعرف الانتيكه ايش قد عمرها؟ لازم يعبر 100 سنه لا هسه اقل شيء عمرها 50 سنه شوفتها انا يابا هاي ميديا هذا الصيني هكذا تقرا له لا تجاره قديمه تجاريه لا والله قديمه اخذتها من هناك والله ايش اخذتها؟ 30000 اشتريتها ايش دعوه يا معون؟ خمسه تبيعها؟ شلونك؟ والله الله يخليك شو اسمك بالخير؟ انا حازم حازم وين تشتغل شنو؟ والله انا كاسب يعني كاسب شلون الشغل؟ العمالة هم واسطات؟ طبعا واسطات، انت خلفه تطلع ابن عمك وابن خالك. اي ما الخلفه شو يصير منك؟
صديقي والله. صديقي؟ مرات يمون عليك والله. سالف لي سالف لي علاقة. اجيب له رايوق مرات، لو عزمه على عشاء بالبيت. اي ترتب الامور. اي شو اسوي له عاد؟ كلها علاقات وواسطات. لا والله. والله العظيم ماكو. حتى اذا تيجي تاجر تكتك هسه، اذا عندك تكتك وتشتغل عنده تكتك خطيه. اذا يشتغل هسه هم انت ما تاجره، هم ذاك صديقي خابره وتعال. تعال زين اللي ما عنده علاقات ما يشتغل. صح. كله بالعلاقات. زين والواقع بها الفقير. وش نقول احنا؟ الحمد لله وشكر، اهم شيء عايشين. الحمد لله. زين العيشه تدبر. والله كريم ان شاء الله. الله كريم. الله يسلمك. الله يخليك. الله يخليك. انت عندك تيك توك؟ ها هو صاحبك؟ ايوه. على المعارف. اي والله كلها على التليفون تشتغل. احسن احسن. حبيبي تشكرك. حبيبي ممنون جدا. هلا شلونكم شباب؟ عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ عندك برنامج مع التكاتيك شنو؟ كل شيء، انت شنو شغلك؟ انا عندي تيك توك. تيك توك مانعينك؟ تعال من هنا. مانعينك انت؟ مو شغلت على المناعة، حسيت انت منها. بس تعال هنا تعال. ايه مو شغلت على المناعة بس، تيجي تمنع امنع عادي ماكو اشكال. بس اكو ناس يعني سواق بيها وقاعدين ايجار يعني سبوبة عشق يعني عيشه لهم مو شغلات عشان الناس تجيب. يعني هي صارت عيشتهم على التلفون. مو صح لو لا؟ زين انت تجي تدق رقم مو؟ انت احكيك ياهن بس امانه يعني كل ما احكي ويا واحد يقطع التسجيل. لا ما قطع هذا داير. اوكي. انت هسه تشتغل لك بحاجه. اوكي تشتغل بيها وتصعد بيها سياره او تكتك من اجا وانا او سياره وانت عندك تكتك غير من انا بالسياره اجيب الرون ابو المرو يحاسب من تحاسبه بالتكتك او بالسياره؟ بالسياره طبعا. مو صح لو لا؟ جايب الرون اني قدامه بس اللي وراه بالتكتك وهو قدامي بالسياره. زين يعني فات عبر الرون يجي عبره. اي يجي التكتك لزمه. انا من الناس انا من الناس يزمه قال اعطينا اوراقه. زين مو بالسياره ليش ما قلت ليش ما طلعت سباعيتك على بالسياره تجي علي؟ يقول لي ليش تحكي شنو جادل انت؟ اخذ اوراقي لما خلف الله على عمي يلا وطلعني. زين؟ يعني قصدك ناس وناس؟ ناس وناس، زين ما يخالف ناس وناس؟ اكو ناس اعرفهم يعطون فلوس وتطلع التكتك. زين شنو هالحرام هذا؟ لا، شنو هالحرام هذا؟ شنو هالقابلية؟ يعني من السيطرة تاخذه اي يجي يدفع فلوس لهم؟ يدفع فلوس تطلع، عندك عرف تطلع. ما عندك عرف، تظل حالك محترمات اللي يسمع حالك حال تشل. عشاك زين شنو هالقابليه هاي؟ تدق رقم ما يخالف، اكو ناس يقول لك اكو 600 700 300 زين هو 300 700 يجي يعطيني حلقك زين وراه ايجار وراه مصاف البيت على اساس يعطيني حلقك سوي له 100 سوي له 150 ماكو يشترى خلي واحد يعيش على باب الله من ورا حرام حاشا لله ان يكره احد بس هي مشكله السبب بينا حبيبي هو السبب بينا ليش دخلتوها؟ زين انت سؤال مشيت باجراءات الرقم من هو؟ انت امشي باجراءات الرقم 600 مو؟ 600 اكو ناس مرقمين جاي ياخذوهم على اساس الرقم يعني حتى المرقم حتى المرقم بالعبيدي وهذا دافع انه يخليك انت ما ترقم اي قال زين انا دافع مسوي رقم انا مطي بجد مطي 300000 مسوي رقم زين ولزمه ولزمه على اساس يعني مرقم والما مرقم سواسي ليش؟ ليش؟ اذا بيك خير وصدق زاد لا تطب تكتك للعراق المن طببتوها لعب اكو ناس والله عايشين عليه عايش فيها شو اسمك بخير علي حسين الوارد الله يرزقك انا اشكرك وحمد الله شنو دنا مال البيت جايت بيه والله هي يعني اشتريته لا والله بس هي ابي اشتري بيه الله يرزقك وانا اسف انت يا حبيبي حقك هذا حقك وحقك شلونكم شباب شلونك حجي شلون الصحه قواك الله الحمد لله ابو من حجي انا ابو عبد الله شلونك ابو عبد الله الحمد لله شنو شغلك والله كاسب كاسب اي والله بهالعمر هذا عندك راتب؟ لا والله بس مال رعايه ايه؟ وما يكفي. قد يطب؟ 272 272 انت قاعد ايجار مو ليش؟ والله شبه ايجار مال واحد بيته وقاعد بيه. الله يسلمك. اولادك بالمدارس؟ اي والله بالمدارس. شلون هالمدرسه وياهم؟ والله مو هالقد دراسه. شلون؟ مو هالقد. دراستهم كلش تعبانه المعلمين. زين؟ ولو من وزير التربيه المعلمين والمعلمات يحاسبونهم زين لان ما يدرسون يعني شلون يعني بس فهم شنو يحاسبونهم على المدرسه زين لو برا زين بالاهليه لهم لو بالاهليه لو ماكو ما يدرسون زين وارجو من وزير التربيه هاي رساله من عندي لوزير التربيه انا حاسب المعلمين والمعلمات يا مدرسه زين ستة كانون وين صايرة؟ والولاء وين صايرات؟ وين صايرة؟ هاي بالتراث الخامسة زين؟ ما يدرسها ترى زين؟ هاي رسالة من عندي وزير التربية زين؟ وشي ثاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعيه، خلي زيد الرواتب للناس الفقره، ترى عيب عليهم، والله عيب عليهم، عيب عليهم هاي شيء يطون رواتب. زين شوف زين، والتعيينات هاي الشباب القاعده الطاله بطاله، يعني اكو احنا متزوجين لازم لو عصفور لو دجاجه لو تكرمون كلاب، ها يبيع حين ومتزوج عنده خمسه وسته، زين عيب عليهم هاي. زين احنا بيا سنه 22 سنه 22 اي والله زين الواحد والله هاي ما يصير هيك شيء. عاشت ايدك حجينا، ممنون جدا، اشكرك، الله يعطيك الصحه والعافيه. وصلت ورده ورده. طيب قول لنا شلونكم؟ والله دك ما اسوي شغل. قول لي تعال صور انت، لقفتك الصور، تعال صور شلونك؟ صورت الحجي؟ اي والله شوف انت يا صف انا ما حلو له قانون على راسي جماعه القانون بدون قلبك دائما مخجل كارف فلوس انت خرجوا فلوس. شلون دراسه؟ بعد ما رجعت اونلاين وكذا جاي دوم؟ دراسه اجى الكتروني. الكتروني؟ ايوه. زين ايش قاعد جاي دوم الحضوري؟ ايوه وين؟ لا احد ولا بيعاه. بس بيا جامعه؟ المستنصريه. شلون وضع الجامعه؟ لا زين حلو بستان. رجعت الوضعيه؟ انت مرحله اولى؟ اي مرحله اولى. مطبقت كمرحله اولى، سولف ايش سويت؟ والله بعد ماك بس دليت النادي؟ كلها دليت. سميها بوتيتا لو فنجر؟ لا فنجر. هاي قديم هذا اللي كبير علينا. على راسي شرف. شلونك يا ابي؟ شلونكم عيني؟ شلون الصحة؟ والله الحمد لله. قواك الله. شنو شغلك؟ والله انا سايق تاكسي. جماعة التاكسي اهل التكاتك يحجون عليكم. لا والله. والله هم اهم اخوتنا بس اول رزق هذا رزق اول رزق هذا زين. انت تاكسي صفرة ولا خصوصي؟ لا صفرة صفرة. اللي جماعة الخصوصي هم مدري عليكم؟ والله الخصوصي هم هم على باب الله بس اكثريتهم موظفين، هم اغلبيته يطلع من الدوام. انت ما موظف؟ انا لا والله مو موظف. شغلتك تاكسي؟ تاكسي. الله يسلمك. ما لازم لك خط شيء؟ لا والله. دور لك خط على طول. وينك وما حد؟ هذا طلع مال طيبه ما حد يصعد وياي. لا ايش بيها طيبه؟ سياره عظيمه. يصعدون انا انت. هاي ام الخبزه هاي. مو صح ولا لا؟ الحمد لله. يعطيك الصحة. الحمد لله. شلونكم شباب؟ الخصوص مدمرون انا عندنا. انت تاكسي؟ اي عندنا انت. سفره؟ لا لا خصوص. خصوصي؟ اي والله. تشتغل بيها تاكسي؟ لا ما اشتغل اخاف. ليش؟ اخاف انا اوصل وحجز 10 ايام ما هسه هاي بالقرار الجديد. اي لازم لي خط. خط على المعارف 6000 اوديه واجيبه. وين بها منطقته؟ بالكر. على راسي. تسلم راسك حبيبي. هاي شلون سعره هذا؟ هذا سعره 450. شنو هذا نوعه؟ بغبغاء. شنو هذا نوعه؟ اردن ناشد الكاظم والامام علي. شكله. اردن ناشد الكاظم من كل قلبي. عم الشباب تعب. انت ايش تشتغل قبل كل شيء؟ ايش تشتغل؟ قاعد اني بس عشانك الصراحه لا تعيينات لا مدارس لا مستشفيات من عواسه تكاتك بلشوا بسطيات مال عالم الفقره دراجات منعت لان ما حد خدم هذا الشعب هاي الناس الفقره طايحه بيها ولك الله يا الفقير والقادم اسوء وبالعافيه على هاي الحكومه الجديده حبيبي احكي ديعشان ديعشان. خلونا نوصل هنا لشورج. ايش عندك؟ انا اجي تكتك رجاء اجي تكتك متزوج ولا عائله براسي كامل. خلونا نوصل هنا لا نطلع هاي بس ايام ايام العطل وكل الايام كل الايام هسه هاي الحظر الجديد من 6 ل 6 يعني وين نشتغل؟ بالمدينه صايره جدي هنا توصل او تجي هنا شويه رحمه توصل هنا اقول لك ترجع لي ورا لو اسحب سويتشك وين نروح؟ وين نروح؟ وين نروح؟ قولوا لنا شوفوا لنا حل هسه وين؟ عينونا يا بسوي لنا اي شيء لو بالامانه. اسمك بالخير؟ مهداني. مهدي الله يرزقك يا حبيبي. من مهدي هاي مناشده للمعنيين عمليات بغداد المرور. خلينا نشوف حل اهل التكاتك واهل الستوتات. قبل تحياتنا علي الغزي وتحيات حسن دويش وايسر عمران. اشوفكم على خير ان شاء الله وايضا السلام الرباعي. اودعناكم.